الزرب عند غادة منصور أم علاء ليس للمتعة وتذوق الطعام الشهي، بل عمل تكد به مقابل المال من زبائنها، أم علاء تعيل بعملها هذا أسرتها المكونة من أربعة أطفال، وزوج لا يساعده وضعه الصحي على العمل. أنا بشتغل في الزرب، بحسن المعيشة تبعتنا، يعني منها لتعليم للأولاد بساعدهم في التعليم لأولادي عشان ظروف الحياة صعبة هالايام وعجبتنا الفكرة هذه يعني يحتاج الزرب فنا ومهارة اتقنتهما ام علاء مع الوقت ما جعلها وجهة الكثيرين من قريتها بالدو الواقعة شمال غرب مدينة القدس والقرى المجاورة لها منجيب الدجاج منوصلة لامون ومنبهره بعدين ايش مجهزين النار النار هنا يعني حطب بدها وبتلزم فحم ونحطها في الزرب السلة ومنحطها فيه ونغطيه لساعتين ونص في اقبال من الناس عشان هي اذا حبيت اطوره واسوي ازود من واحد ورغم وجود بعض الصعوبات التي تواجه ام علاء من حيث عدم جهوزيه المكان الى انها تلبي احتياجات الزبائن وتحظى بسمعه طيبه حول جوده الزرب الذي تعده هذا الزرب انا سمعت عنه جيت اتفرجت عليه اعجبني كثير شفت شغلها شفت النظافه اللي عندها شفت ريحه الاكل ريحه الزرب فيه وتطمح ام علاء الى تهيئه هذا المكان الواقع خلف منزلها وتجهيزه بشكل افضل بحيث تستطيع تلبيه حاجات الزبائن وزياده دخل اسرتها من قريه بدو شمال غرب القدس وفاء عروري تلفزيون وطن